من جديد سنعود إلى ضيفنا دكتور أيمن سمير الذي نشكره كالمعتاد أيضا على بقائه معنا. دكتور أيمن، الرؤية المصرية هذه مسألة ليس من يعني من ضرب الشيفونية أن نتحدث عنها بهذا القدر من الإسهاب، لكن حقيقة هي الرؤية التي بدأت منذ البداية وصولا إلى هذه المرحلة وربما حتى تمام التسوية على أسس واحدة وثابتة. كيف يمكن لدولة أن تبقى أمينة وحريصة على مبادئها وعلى قيمها على مدار كل منعرجات هذه الأزمة؟ في الحقيقة أشكرك على هذا السؤال أستاذ أحمد. بالفعل عندما نتحدث عن الدور المصري نحن لا نتحدث بشيفونية عن مصر، لكن نتحدث عن الواقع. في الحقيقة ما تصرفت به مصر وما كان يشكل عنوان للسلوك المصري في ليبيا هو عنوان للخارجية المصرية والسياسة الخارجية المصرية، ليس فقط تجاه ليبيا لكن تجاه كل القضايا. مصر لديها مجموعة من المبادئ والثوابت، أولا بتقوم على فكرة يعني تقديم الحلول السياسية والسلمية على اللغات الأخرى، اللغات الخشنة، لغة البندقية والرصاص ولغة التهديد ولغة الابتزاز وغيرها، هذه واحدة. الأمر الآخر أن مصر تقف على مسافة واحدة من الجميع. بالمناسبة مصر على مدار التاريخ منذ استقلال سنة 1952 لم يكن لديها أي فصيل في أي نزاع، يعني مع الإشارة مثلا للقضية الفلسطينية، معروف أنه منذ تفجر القضية الفلسطينية كان لكل دولة عربية كبيرة لها فصيل موالي لها في الداخل الفلسطيني. مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لديها طوال هذا التاريخ فصيل ما، وبالتالي هي تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا يعني أحد الثابت الثاني. الثابت الثالث وهو الأهم هو الالتزام بكافة القوانين الدولية والأعراف الدولية في التعامل مع القضايا. لم يثبت في يوم ما أن السياسة المصرية تجاوزت القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني. رقم أربعة وهذا هو المهم، أن مصر دائما تنظر إلى ما لديها ولم تبقى لم لكن لديها في يوم من الأيام أي طمع في ثروات الآخرين والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. لكل ذلك بات هناك على المستوى الدولي ما يسمى بالمقبولية المصرية، أن الوجه المصري بات وجها مقبولا في كافة الصراعات وفي كافة النزاعات. اذهب مثلا إلى العراق، العراق المعروف بمكوناته المختلفة مصر لديها علاقة وطيدة مع الجميع. في لبنان المعروف بتعدد الثقافي والأيديولوجي والفكر والخلفيات المختلفة مصر لديها علاقة ممتازة مع الجميع. نفس الأمر ونفس هذه المحددات كانت موجودة في ليبيا. مصر تقول أنها تساند كل الشعب الليبي، مشكلتها مع الإرهابيين ومع المرتزقة ومع الذين يعملون مع جهات خارجية من أجل أن تظل ليبيا ملكا للفوضى والتخريب. مصر فقط ضد هؤلاء. لذلك مصر مثلا عندما تم تشكيل الحكومة الأخيرة مدت يدها إليها، شفنا اللقاءات المصرية مع كافة قيادات الحكومة الجديدة. أول تحرك خارجي لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة خارج ليبيا بعد تسميته رئيسا للوزراء كان إلى القاهرة. كان إلى القاهرة، وأيضا رئيس الوزراء المصري ذهب إلى طرابلس، وهناك شراكة بالفعل، ومصر تقدم خبراتها وتقدم كل ما لديها من أجل مساندة الشعب الليبي في الفترة القادمة. لذلك أنا في تقديري كان إعلان القاهرة في يونيو 2020 هو بداية هذا الزخم الحقيقي لحل القضية الليبية. القضية الليبية بدأت منذ 2011، كل الأطروحات التي كانت مقدمة منذ ذلك الوقت في تقديري كانت أطروحات ناقصة، كانت تمثل يعني ملف ناقص ورقة، ما ينفعش يقدم رؤية متكاملة للحل في ليبيا. لكن في إعلان القاهرة في يونيو 2020 الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور رئيس البرلمان الليبي ورئيس الجيش الوطني الليبي كان بمثابة رؤية متكاملة شاملة تشمل كل الجوانب، بالمناسبة ليست فقط الجوانب الأمنية والسياسية لكنها أيضا رعت حتى الجانب الاقتصادي، لأن بالمناسبة الصراع في ليبيا هو صراع فيه جانب مهم يتعلق بالاقتصاد، ليس فقط بعدم العدالة في توزيع الثروة في الفترة الماضية وعدم توحيد المؤسسات المالية مثل البنك المركزي، لكن أيضا لأن الجناح الذي يحاول اختطاف ليبيا هو يرى في ليبيا خزنة لتمويل كل أنشطة التنظيم الدولي للإخوان في كل دول العالم. دكتور أيمن، في بنود إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل قصر الاتحادية بعدها عند الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تقريبا هناك بعض البنود وردت كما هي قصا ولصقا كما يقولون، من ما ورد في إعلان القاهرة إلى ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المختلفة، وكان البعض يتحدث كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية المصرية الواردة أو الرؤية الواردة في إعلان القاهرة إلى واقع على الأرض تحول بعدها بأسابيع قليلة ليكون واقعا حقيقيا.
لسبب وحيد يا أستاذ أحمد، لأن هذا الرؤية هي أولا رؤية أمينة، رؤية لا تبحث عن مصلحة خاصة مصرية لكنها تبحث عن مصالح الليبيين. لذلك هذه الوثيقة عندما درستها الفريق الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجدت أنها بالفعل هي رؤية متكاملة، لذلك أصبحت هذه الرؤية هي الأساس التي تبنى عليه كافة الاجتماعات. بالمناسبة ما توصلت إليه لجنة 5+5 سواء في القاهرة أو في جنيف هي كلها تعتمد على بنات أفكار هذه الوثيقة. اجتماعات اللجنة الدستورية التي استضافتها مدينة الغردقة أكثر من مرة هي تدرس نفس الفكر ونفس التوجه الذي جاء في هذه الوثيقة. الخريطة السياسية هذه الوثيقة دعت بالمناسبة قالت أن الليبيون هم عليهم أن يضعوا خريطة سياسية أو خريطة طريق سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهذا ما نشهده وهذا ما يدعمه العالم بشكل كامل. لذلك أنا في تصوري هذه الرؤية شكلت منعرجا ومنعطفا في غاية الأهمية لعودة الاستقرار إلى ليبيا، وأنا في تقديري مصر سوف تظل تدعم الشعب الليبي حتى تعود ليبيا كما كانت دولة طبيعية في المحيط العربي والأفريقي، وسوف تعمل مع شركائها سواء الدول الجوار مثل الجزائر وتونس والسودان أو حتى مع الدول الأخرى المهتمة بالقضية الليبية زي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل عودة الاستقرار. في نفس الوقت مصر تقدم كل ما يدعم النسيج الوطني والنسيج القبلي والنسيج الاجتماعي في ليبيا. مصر مستعدة لتقديم خبرتها في مجال الكهرباء وإعادة الإعمار دون البحث عن مصالح خاصة. أنا في تقديري الشعب الليبي الآن بات يدرك من يعني من معه ومن عليه، من يدفع بالاستقرار والأمان في ليبيا ومن يريد أن تستمر حالة الفوضى والتخريب التي سادت منذ عقد كامل في ليبيا. هذه الاستنارة الليبية التي وصل إليها الليبيون في هذا الوقت وبعد هذه السنوات الطويلة من المشاكل في تقدير تشكل رافعة أساسية للاستقرار في ليبيا، وتشكل رافعة أساسية أيضا في الضغط على كل الأطراف التي تحاول استمرار اختطاف ليبيا من أبنائها ومن ليبيا الطبيعية التي كانت دوما يعني عنصر للاستقرار في البحر الأبيض المتوسط وفي الشمال الأفريقي. دكتور أيمن، ونحن نتابع أيضا جانب من اللقطات الاستهلالية لهذا المؤتمر الذي لم يبث على الهواء مباشرة في كل القنوات ووكالات الأنباء حتى الفرنسية، منها حضور نادر على الأقل في مجال تسوية الأزمة الليبية بين الإدارة الفرنسية إلى جوار الإدارة الإيطالية ماريو دراجي إلى جوار الرئيس إيمانويل ماكرون وإلى جواريهما المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. نحن نتحدث عن معطى ضاغط للغاية مرتبط بعنصر الوقت دكتور أيمن، لذلك البعض قد لا يبالغ عندما يقول أننا إزاء مؤتمر الفرصة الأخيرة. كيف يمكن التعامل وفق هذا المعطى إذا كان واقعيا كما تراه بأننا إزاء مضمار الفرصة الأخيرة للوصول إلى انتخابات في 24 من ديسمبر؟ أنا في اعتقادي هو الفرصة الأخيرة لكنه أيضا الفرصة الأفضل. وعلينا أن نركز أنها فعلا الفرصة الأفضل. الآن هذا هو أول مؤتمر منذ بداية الأزمة في ليبيا في 2011 يجمع الجميع، يجمع دول الجوار بالكامل، يجمع الدول الأوروبية المهتمة بالشأن الليبي بالكامل. ربما في فترة ما حاولت إيطاليا أن تخطف القضية من فرنسا أو فرنسا تخطف القضية من إيطاليا، هذا الأمر انتهى. أيضا نشهد لأول مرة نائب الرئيس الأمريكي ونائبة الرئيس الأمريكي تحضر مؤتمر من أجل دعم هذا المسار السياسي في ليبيا. لذلك نحن أمام معطى مختلف تماما من حيث العدد ومن حيث المضمون. لأول مرة نشاهد 30 قائد وزعيم ورئيس وفد يحضروا هذا المؤتمر من أجل القضية الليبية. لذلك أنا في تقديري العالم كله يقف خلف الشعب الليبي. الآن الشعب الليبي أمام فرصة حقيقية لاستثمار واستغلال والاستفادة من هذا الزخم ومن هذه القوة غير المسبوقة للوقوف بجانب ليبيا في الفترة القادمة. نحن بالفعل أمام فرصة نوعية، أمام مقاربة نوعية لم تكن موجودة في السابق. هذه الفرصة أنا في تقديري سوف تثمر عن شيء وسوف تسفر عن يعني نتيجة إيجابية للشعب الليبي، لأن أيضا هناك متغيرات تتعلق بطبيعة الوضع في المنطقة تدفع بالحل في ليبيا. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن لديها استراتيجية كاملة في منطقة الشرق الأوسط تقوم على مبدأ
يعني تخفيف التوتر وتبريد الصراعات والاهتمام بمنطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي. لكل ذلك هم يريدوا تخفيف الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وإعطاء دور لطرفين. الطرف الأول هو القوى الأطلنطية التي لديها مصالح سابقة ومعروفة في المنطقة مثل فرنسا أو إيطاليا، وفي نفس الوقت إعطاء والاستثمار في مقبولية الأدوار الإقليمية الموجودة بما فيها الاستثمار في المقبولية المصرية ودور مصر في تبريد الصراعات وإنهاء الصراعات. وأنا في تقديري ما يحدث في المنطقة الآن من تغير استراتيجي يقوم على البحث عن حلول وليس البحث عن مشاكل، تحويل المنطقة العربية إلى ساحة للتعاون وليس مساحة للتجاذبات، هذه رؤية مصرية من بنات أفكار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو دائما ما يدعو إلى الحلول السياسية والحلول السلمية. وأثمر هذا الأمر ما نراه الآن من ليس فقط في ليبيا أو حتى في أفريقيا، لكن حتى في منطقة المشرق العربي وفي الجناح الأسيوي من المنطقة العربية نجد هذه السياسة تنجح بشكل كبير للغاية. لذلك أنا في وهي مسألة لفتها دكتور أيمن، معلش يعني حضرتك أشرت إلى بعض الراغبين في زيادة تسخين الأجواء أو فرض الحلول الخشنة، الحلول التي ترتكز على تجنيد بعض الأطراف، استخدام أو الإفراط في استخدام السلاح داخل ساحات مختلفة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم وكان في نقاش مفتوح مع بعض الصحفيين والإعلاميين، قال ردا على سؤال كان مرتبط بتصريحات لأحد المسؤولين الإقليميين، قال يعني سنحل كل شيء بالراحة وبهدوء كده، يعني حتى لغة الجسد التي استخدمها الرئيس السيسي كانت واضحة في أنه أكثر جنوحا نحو السلم والهدوء وبالراحة كده. كيف تفوق هذا الحل الهادئ المتزن البعيد عن بعض النعرات القبلية أو الإثنية أو الابتعاد عن الحلول الخشنة في مقابل حلول أكثر هدوءا واتزانا؟ يعني اولا لو عملنا تحليل خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الان، ليس فقط في هذا المؤتمر اللي اشرت اليه، في تحليل مضمون لكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا امام الجمعيه العامه للامم المتحده في كل المشاركات هي تنحو نحو السلام. لكن أنا في تقديري الدعوة المصرية عندما تأتي الدعوة المصرية لتبريد الصراعات وتهدئة التوترات في المنطقة من مصر ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون لها يعني واقع مختلف. لماذا؟ أولا تأتي من مصر وهي أكبر دولة في المنطقة تشكل ربع سكان العالم العربي بمائة مليون نسمة، ده رقم واحد. تأتي من رئيس لديه تجربة واضحة في تثبيت الاستقرار وتثبيت التهدئة في بلد كبيرة جدا كان يمكن أن تنطلق إلى الفوضى والتخريب الذي ساد المنطقة، وكان يمكن أن تتحول إلى أي نموذج من نماذج الفوضى الموجودة في المنطقة، لكنه استطاع أن يحافظ على هذه الدولة وبإمكانيات بسيطة للغاية. هذه النموذجية في التعاطي مع قضية كبيرة جدا تتعلق بمسيرة منطقة الشرق الأوسط والتوترات التي بدأت في منطقة الشرق الأوسط، أنا في تقديري شكلت نموذج للآخرين. مصر لا تعطي الآخرين خطب ووعظ نظري، لكنها تقدم بالفعل عمل موجود على الأرض. ما تقدمه مصر وما تطرحه مصر هي جربته في الداخل وتعاملت معه بواقعية في الداخل وتعلم تحدياته بشكل جيد للغاية، وبالتالي عندما تطرحه على الآخرين يكون هناك أولا ثقة في هذا الطرح وهناك أمانة في هذا الطرح، وأيضا هناك ثقة بأن وراء هذا الطرح لا يوجد مصالح خاصة مصرية لكنها توجد مصلحة عامة أن يسود الإقليم العربي كله الهدوء والسلام وأن يتحول تستفيد شعوب المنطقة من الإمكانيات الضخمة. دكتور أيمن، للرئيس عبد الفتاح السيسي حديث فيما يخص الأزمة الليبية يقول لم نتدخل بأي وجود داخل ليبيا ولو أردنا لفعلنا، ربما بحكم أن هناك أكثر من 1300 كيلومتر ليس لنا أي قوة على الأرض داخل ليبيا. كل القوى ادعت ذلك ساعتها، مرت الأيام والسنوات وصولا إلى اللحظة التي تسعى فيها الدول لإخراج المرتزقة، تقريبا الشطر الأعظم من الدول التي ادعت ذلك الادعاء حينها تقول الآن إنها ستخرج المرتزقة الذين ادعت عدم وجودهم في بداية الأمر. إلا مصر لم تقل دولة ولا جهة ولا طرف واحد بأن هناك فردا واحدا تموله مصر داخل الأراضي الليبية. صحيح، وهذه نقطة في غاية الأهمية أستاذ عبد. مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لذلك حتى على مدار التاريخ لا يوجد مجرد اتهام، ربما هذه الاتهامات كانت طارئة فيما يتعلق بالملف الليبي، لكن ثبتت الأيام أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. مصر دعوتها لخروج هؤلاء المرتزقة والإرهابيين دعوة صادقة وأمينة، لأن مصر بالمناسبة تقول أن وجود هؤلاء لا يمكن أن تكون ليبيا مستقرة في وجود هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء
يشكلوا بندقية للإيجار للطرف الذي أرسلهم من الخارج، وبالتالي سوف يكون بندقية للإيجار أيضا ضد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي ينتخبها الشعب الليبي في القادم. وهذه مسألة من بين أهم التحديات التي تساق أيضا في هذا المؤتمر الذي نتابع جانبا من جلسته الافتتاحية التي انطلقت قبل قليل. دكتور أيمن سمير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، منضما إلينا عبر الهاتف. أشكر انضمام حضرتك إلينا.